من لندن بينضم إلينا الدكتور كريم درويش، استشاري الطب النفسي. أهلا بك يا دكتور. ويعني الحقيقة يعني عادة بنتكلم عن سلبيات وإيجابيات الإنترنت والتكنولوجي، وبيبقى ده جزء من اهتمامنا في صباح جديد. النهاردة احنا بنتكلم عن تأثير استخدام يعني إمكانات التكنولوجيا زي التخزين وكل ما يخص انك انت تعمل تخزين لبياناتك وكل ما يخص حياتك على الانترنت او على الجهاز. ازاي ده ممكن بيبقى ليه تأثير على الاطفال، ثم نتكلم عن كبار السن. خلينا نفهم الموضوع ده في ضوء التطور العصبي في الأطفال، كيف يتطور المخ في الأطفال. عندنا ظاهرة يعني هي معروفة عن تطور الأعصاب في الطفل، وهي ظاهرة الأقلمة أو هي البرونينج، وهي ظاهرة بيستخدمها المخ لأغراض جيدة، إن هو بيحاول يوفر الطاقة للأعصاب المستخدمة والتي يستخدمها الطفل يعني بكثرة. المشكلة هنا إنه ساعات المخ وهو بيحاول يوفر الطاقة دي وينمي الأعصاب اللي الطفل بيستخدمها بكثرة، بيموت أو بيخفي الأعصاب التانية التي لا تستخدم. يعني المخ قاعد طول الوقت عمال يأقلم الأعصاب كأنه بيأقلم النبات كده، وبيخلي الأعصاب اللي بتستخدم تنمو، والتي لا تستخدم يخفيها عن المجال. فهنا بتظهر المشكلة ان طول ما الطفل ما بيستخدمش الاعصاب بتاعته، ما بيستخدمش الوظائف المخية الموجودة زي ما هي يعني المفروض تستخدم، المخ يبدأ يموت الاعصاب دي ويخليله بس الاعصاب اللي بيستخدمها في الوظائف زي السكريننج والحاجات دي، سكرين تايم وكده. ومن هنا يظهر المشكلة إنه المهارات والوظائف اللي المفروض تنمو في عمر الطفل لا تنمو، اللي المفروض تستخدم هي لا تستخدم. إذن موجودة ما بقتش تكون موجودة. من هنا جه المصطلح اللي العالم استخدمه سنة 2012 اللي هو مصطلح الخرف الرقمي. هو مصطلح غير رسمي يعني في الطب النفسي، ولكن هو المقصود بيه إن المهارات المخية ما بقتش موجودة كما هو من المفترض أن تكون موجودة. فدي الفكرة. طيب دكتور كريم، يعني حضرتك بتقول أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها بنسبة أكبر في حياتنا اليومية في تخزين أي معلومات إحنا بنحتاجها، ده هو اللي بيؤدي على يعني زي ما حضرتك شرحت كده بشكل مفصل إزاي ده ممكن يؤثر على الأعصاب والتطور والنمو العقلي للأطفال. طيب هل نقدر نقول يا دكتور أن في ليميت لاستخدام التكنولوجيا أو الأجهزة أو الموبايلات في اليوم بالنسبة للأطفال، بحيث أن إحنا ما يأثرش بالشكل السلبي اللي حضرتك ذكرته في البداية؟ لغاية دلوقتي هي فكرة الليمت أو الفكرة يعني يستخدموها يستخدم الأطفال السكرين تايم أو التكنولوجيا قد إيه مش محددة قوي. حتى الحاجات الموجودة على الإنترنت وغيره هي حاجات غير مقننة علميا. ولكن باختصار يعني ممكن نستفيد إزاي إن إحنا نقنن ده مع الأطفال. إزاي نقننه؟ بعض الناس بيقولوا مثلا طب ما تيجي نخليها ساعة في اليوم أو ساعتين في اليوم. كل ده كلام جميل ما دام في شرط واحد متوفر معاه. إيه هو هذا الشرط؟ إن إحنا كمان بنحاول نحط الأطفال في بيئة غنية بالمعلومات. يعني إيه بيئة غنية بالمعلومات؟ يعني أنا كأب أو كأم أو كمدرسة أو كنيرسري حضانة أو غيره، بنحاول نوفر لهم معلومات كتير، بنحاول نتكلم معاهم، نتحاور معاهم، نفهمهم البيئة اللي حواليهم، نفهمهم العناصر اللي حواليهم، نحاول نخليهم يستخدموا مهارات المخ المختلفة. مهارات المخ المختلفة هي مثلا ذاكرة المعلومات، الحركة، التآزر الحركي، اللعب العادية اليدوية للأطفال بتعملها. طالما احنا بنوفر ده، إذن فتقنين السكرين تايمز أو التكنولوجيا أيا كان ساعة ساعتين في اليوم نعمله زي ما بنعمله، ونوفر ليهم ده بجانب التكنولوجيا أو غيره، وما نسيبهمش أوقات طويلة مع التكنولوجيا فقط بدون توفير بيئة غنية بالمعلومات زي ما شرحت. طب دكتور، كبار السن يعني برضو التقرير اتكلم عن ان هم ممكن برضو يتأثروا بسبب اعتمادهم على
الجزئية دي، ان هو يعني ما يحفظ ويعتمد على انه مثلا الجهاز هو اللي يفكره او ينبهه، فده تدريجيا برضو هيفقده، مش حست بقى هيفقده يعني مهارة الذاكرة، وان هو يقدر يستحضر معلومات او يستحضر بعض الامور ايا كانت يعني. فهل هو كمان محتاج ان هو يحدد او يحجم السكرين تايم؟ ايوه ببساطة شديدة، يعني في قاعدة كده، وهي مش قاعدة طبية ولكن هي قاعدة جميلة خالص، لا يوز ات بيفور لوز ات. الفكرة فين هنا؟ انه دلوقتي انا عندي المخ ده زي العضلة، العضلة دي لو انا ما استخدمتهاش، وهو فعلا المخ كده، العضلة دي لو ما استخدمتهاش بشكل جيد هتبدأ تضعف. فانا لو ما بستخدمش المخ ده في المهارات المختلفه ايا كان بقى، الذاكره، الانتباه، التركيز، اي حاجه من دول، لو ما بستخدموش اللي هيحصل ايه؟ ان انا هفقد هذه المهارات برضو زي الاطفال ما اتكلمنا عليه. طب ده يعني ايه الدليل على حاجه زي كده؟ وجدنا انه الناس اللي بيجي لهم امراض الخرف زي الالزهايمر، او يعني كل انواع امراض الخرف، لان هم انواع كتيره مش فقط الالزهايمر، لما بكون انا مخي يعني بستخدمه كتير وبحاول اكون يعني بستخدمه في التعليم، بستخدمه في المهارات، بستخدمه في وظيفتي، هذا المرض اعراضه ما بتظهرش عليا بشده زي ما بتظهر على واحد تاني يعني ما بيستخدمش المهارات المختلفه في مخه. يعني انا لو طول الوقت بعود مخي ان يعني انا احاول افتكر الحاجات المختلفه، اتعلم، اقرا، العب، حتى والله الرياضات اللي هي او العب الحاجات زي السودوكو او كده او كروس ووردز او كده، لو انا بعمل ده وبستخدم مهارات مخي المختلفه، تاثير مرض الالزهايمر عليا حتى لو اصبت بيه تاثيره عليا اضعف كثيرا من واحد تاني ما بيعملش كده. إذن فهذه العضلة لو كانت قوية كفاية تقدر تواجه الأمراض المختلفة. الحقيقة بشكرك دكتور على يعني التوضيح والشرح المفصل، ودايما يعني معانا ضيف عزيز في صباح جديد دكتور كريم درويش استشاري الطب النفسي، كنت معنا من لندن، أشكرك شكرا جزيلا.